ربنا موجود. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك، استله وانجاح واملك الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيلي معلمنا مرمت البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة فسألوا قائلين: هل يحل لبراءه في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع انصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا، وأوصاهم ألا يظهروه لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلما وأبصرا، فبهتا كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟
أشد لله داً ربنا موجود.